هنعمل دلوقتي اول وصفه طاجن كمونيه الكبد. وصفه ظريفه جدا وسهله قوي، ان شاء الله تنبسطوا منها. ومن الاكلات اللي بننساها مع انها حلوه قوي، بيحبوا الكبده هيفهموا كلامي. بصوا، انا معايا كبد فراخ. اهم حاجه تجيبي كبد الفراخ تبقى فريش، لونها فاتح ما يبقاش لونها غامق. تنضفيها بان انت طبعا تشيلي لو في اي دم او حاجه من الكلام ده بتشيليه بالسكينه، وتحضري الكبد دي كلها في طبق ظريف كده، ونحط لها معلقتين ثلاثه من اللبن بس. وبعد كده نصفيها في مصفه او حاجه تنزل اللبن ده وخلاص، ونستخدمها. ولا محتاجه تتشطف تحت الحنفيه، ولا نحط عليها خل وليمون، ولا الكلام ده خالص. لما بنصطفها تحت الحنفيه احنا بنخليها زفره، بنخلي طعم الحديد اللي في الكبده يبان، بيبقى طعمها مش حلو. فهي ما بتتغسلش بالميه ابدا، تمام؟ احنا بنشيل اي حاجه مش عجبانه واحنا بننضف الكبده بالسكينه كده وبايدينا، لكن الكبده شخصيا بنحطها زي ما قلت لكم الكميه دي، تاخد لها معلقتين كده من اللبن الحليب وشكرا. لو حطينا لها خل وليمون، الخل والليمون دولت هيهروا الكبده وهيغيروا طعمها، واحنا مش عايزين كده. احنا ممكن نعمل تتبيله مثلا بالخل والليمون وبتستوي على طول، بيبقى ليها طعم، لكن عشان ننضف الكبده لا، احنا كده بنهري الانسجه بتاعتها ومش بتنضف ولا اي حاجه، تمام؟ وما تنسوش طبعا ان احنا لازم نجيبها من مكان نظيف، ناس ما عندهاش يعني بقى يعني تحس ان المكان مش ملحوس، يعني لا، مكان نظيف كده والراجل بتاع الفراخ كده راجل نظيف وكويس، او تجيبيها في طبق مغلف كده بس، ما تعمليش اكتر من كده. وكل الكلام ده بيتعرض على النار فبيستوي، وفي لو في اي حاجه بتموت. وزي ما قلت لكم اللبن هو الحاجه الوحيده اللي بتخرج السموم اللي موجوده في الكبده، وبتبقى زي الفل، فله كده، تمام؟ تمام. معانا بقى بصل متقطع حتت صغيره، معانا ثوم، معانا كمون، معلقه كبيره من الكمون على كيلو الكبد، تمام؟ ملح وفلفل اسود بس كده، ولا اي حاجه. يعني بصل وثوم، حتة سمنة، معلقة كبيرة من الكمون، معانا كمان صلصة، طماطم مضروبة في الخلاط، تقريبا نص كيلو من الطماطم المضروبة في الخلاط، عليهم معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم علشان يتقل قوام الصلصة ويديها برضو لون أحمر قوي، وبس خلاص، ولا أي حاجة تانية. إن شاء الله تنبسطوا منها جدا. هنحط سمنة في الوك اللي معايا دي، حتة سمنة كده، عايزاها بس كده إيه تسيح. هننزل على طول بالكبده. بصوا الكبده اللي معانا عامله ازاي، خطيره، لونها فاتح ونظيفه زي الفل. بصوا هاتيها لنا كده يا استاذه سموره، اهو نظيفه زي الفل وميه ميه. بصوا لونها فاتح وظريف ازاي، مش غامقه ولا مهريه كده تحس انها غريبه كده، لا، كبده نظيفه. هنحط الكبده في السمنه، يلا بينا. هنقلبها كده، تاخد لون حلو. هي كمونية الكبد بتبقى الكبدة بحجمها كده ما بتتقطعش، لكن يعني لو انت ليكي مزاج تقطعي الفصوص دي ممكن تعملي كده. بيتقال على الكبدة فصوص، واخدين بالكم؟ زي فص الالماس كده، فص الكبده، ياه، عشان انا بحبها. طرطشت جامد ليه كده؟ حاجه الكبده دي حاجه جميله، سبحان الله. انا مش عارفه ازاي الكبده ممكن تخليني انسى احزاني، صدقوا بقى، يعني ده شيء غريب جدا. يعني ممكن تلاقوني متنرفزه بقى، بصوا ويجي لي بقى سندوتش كبده، خلاص، بص لا مروه دي مفيش اي حاجه. يعني ارادوني سندوتش كبده والله وهتبقى الدنيا زي الفل. انسانه سهله والله، سهله كده وقنوعه. يلا الحمد لله. بص بقى الكبده وهي ايه بتتدحرج في السمنه، اخر لذاذه. نبتدي بقى نحط البصل، نحط الثوم، ممكن نكتر البصل شويه كمان كده،
كده 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 كده، سلام ريحة البصل والثوم بقى ابتدت ايه. هنحط بقى ملح وفلفل وكمون، اسمها كمونية علشان طعم الكمون باين فيها. برضو لو انت مش عايزة تحطي كمون قوي يعني مش مهم، يعني حطي على الاقل معلقة صغيرة. يعني مش لازم الكمون يبقى معلقة كبيرة وكده، لا يعني ممكن تحطي معلقة صغيرة. الريحة خطيرة طبعا. ومعانا بقى ايه، الطماطم المضروبة في الخلاط مع معجون صلصة الطماطم. حط بقى كده ايه كمية كده مناسبة بس كده. الله عليك يا كبدة، حاضر كده اهو. بصوا الجمال، انا عايزاها بقى تغلي كده غلوتين واقوم حطها في طاجن ومدخلها الفرن درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق، ونفتح لها الشواية حاجة خفيفة. وكلي بقى كمونية كبد ملهاش حل، رز بشعرية او رز ابيض او رز اللي هو رزاي ورزاي براحتكم يعني حسب ذوقكم. انا بالنسبة لي رز بشعرية، واقوم واخدة بقى من الصلصة دي مع حتتين كبدة كده، يا سلام اخر لذيذة. بصوا الطاجن شكله عامل ازاي، خطير. ان شاء الله تجربوا الوصفة وبالهنا والشفاء. فاصل هلم اشيائي دي كلها ونرجع بعد الفاصل نعمل سلطة الحمص. خليكم معانا.